سمر، بظل يمكن الحجر المنزلي اللي عم نعيشه ومناسبات الاعياد، يمكن ست البيت كثير عندها وقت فراغ، فما في احلى من انه نستغل وقت الفراغ بالتزيين وافكار جديده ممكن تزين فيها بيتها، وخاصه بخلال المناسبات لتضفي نوع من البهجه والفرح والسعاده بالنسبه لها وايضا لديكور منزلها ولعائلتها. لهيك رح نرحب بيارا الطرابيشي منسقه مناسبات حتى تعطينا افكار كثير حلوه عن العيد، كيف فيكم تزينوا بافكار جديده. هلا انت زينتي لنا الاستوديو بالبوالين، تعطينا جو العيد. كل عام وانت بخير اول شيء. وانت بخير، صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نحكي اهميه هاي الخطوه، انه كل ست ببيتها انه تزين البيت، تزينه بطريقه حلوه لتضفي السعاده على كل افراد العائله. خلينا نحكي عن اهميه هاي الخطوه بالاعياد. هلا نحن عم نعيش ظروف عيد يعني شوي بظل وجود فيروس كورونا شوي يعني خاصه، نحن ما لنا عم نروح الزيارات مثل قبل، ما لنا عم نروح المشاوير، لهيك نحن لازم نعمل جو العيد ببيتنا، نضيف هيك زينه لطيفه تحسسنا بجو العيد وبهجته. أكيد. يارا جايبتي لنا كثير شغلات معك، اول شيء زينتي لنا بالبوالين اللي اعطيتينا هيك جو العيد، جايبتي لنا كثير من القطع، بدنا نحكي عنهم وحده وحده بالتفصيل وبدنا نشوف شو بدك تشتغلي لنا. مثلا هي القطعه اللي بايدي هي من الخشب كانه، كيف ممكن ست البيت فيها تقتني هيك شيء؟ يعني هي فكره ناعمه كثير وعم تعطي جو العيد. هلا هي قطعه خشبيه محفوره بالليزر، بس ست البيت ممكن انه تعمل هي من الكرتون، هي اللمسه البسيطه الحلوه، ممكن هي ترسم على الكرتون، تحط عبارات، تلون هي واطفالها وتحطها على طاولتها. اكيد. نعم. اكيد. وحنحكي عن عيد مبارك، قد ايه هذا الشيء كمان حلو انه مثلا نحطه وقت يجوا الضيوف لعنا للبيت ونستخدمها مثلا، وحتى فينا نعملها نحن واطفالنا. هلا هي عباره عن قطعه شوكولا، نحن مزينينها بعباره، هي فتر سعيد مع لمسه فنيه حلوه. ممكن نحن نحطها على لوح ستيريو بورد ونزينه شوي بطول او شيء ونسك فيهم هدول الواح الشوكولا ونقدمهم لضيوفنا، بيعطي يعني جو كثير حلو بالطاوله تبعنا. اكيد. وفي كمان بنزين باللحبال وبالفوانيس، خلينا نحكي كمان على الفكره واهميه مثلا تزيين باب المنزل، انه بيقول مثلا اذا كتبنا عيد مبارك مع شويه ورد بيعطي كمان مثل ما قلنا بيطفي لمسه خاصه للبيت ولاجواء العيد بالبيت. كثير حلو نزين من عند الباب مشان ضيوفنا او اهل بيتنا يعرفوا انه نحن عم نستقبل العيد من جوا بيتنا ومن براته، نحط تعليقه نكتب عليها عباره عيد فطر سعيد او تقبل الله طاعتكم او عيد مبارك، ممكن نعملها نحن بالخيش مع عباره لطيفه او بالورد او بالطول، يعني نحن باي شيء موجود عندنا ممكن نعمل هالقصص. أكيد. نعم يارا، يعني انا هلا ماسكه فطور سعيد ويمكن ملزقه فيها شوكولا. شوكولا هي حلوه للاولاد، يعني بما انه ما كثير عم يطلعوا ما في بهجه العيد مثل ايام زمان، يعني كثير قلت الطلعات للاولاد حتى، فخلينا نحكي كمان عن هي الافكار مثل هي الصينيه اللي كمان قدام سمر مليانه شوكولا. شوكولا الي ولا سمر؟ هذول قطع شوكولا نحن زيناهم بعبارات خشب او ممكن نحن نزينهم بقطع ستراس صغيره او لولو او حبات الماس، بيعطوا حركه كثير حلوه للشوكولا وبيخلونا انه نتسلى ونحس ببهجه العيد. نعم. اكيد. هي كمان على الشوكولا مكتوب بعيد سعيد، اكيد ينعاد على كل السوريين بالخير والسعاده. خلينا نحكي الاطفال بالعيد هنا بينتظروا العيد مشان عيديات، بينتظروا العيديه، بحبوا يروحوا عند الاهل والاقارب مشان هذا الموضوع، كمان فينا نقدمها بطريقتنا الخاصه، كمان نعطيها للاطفال مو بس انه نعطيهم هيك مصاري، قديش شيء حلو نعطيهم بفكره لان بعباره نحن نكتب لهم اياها، خلينا نحكي كيف ممكن نقدم لهم اياها. حلو انه نقدم للاطفال العيديه بطريقه فنيه حلوه، هي بتشدهم وبتلفت لهم نظرهم، يعني مثل هي العصايه اللي نحن عاملينها بدل ما نحط العيبه قطعه الشوكولا ممكن انه نحن نغلف العيديه، او ممكن نحطها ببالون او برسمه فنيه بسيطه الولد كثير بيفرح فيها انه اخذ عيديه واخذ قطعه فنيه. ممكن كمان بزرف نحط او نرسم عليه شويه رسومات او نكتب عليه عباره بالجليتر بيطلع كثير حلو. نعم يارا، يعني عم نشوف كثير من المواد، ما بعرف اذا ست البيت عندها قصص منها، خلينا نحكي اول شيء على المواد، اي ماده فيها تستخدمها ست البيت، وهل غاليه هالمواد ومرتفعه الاسعار ولا فيها تستبدلها باشياء موجوده عندها بالبيت؟ هلا عم نشوف كمان فكره ثانيه، عم تستخدمي الخشب اكثر شيء عم نشوف. هلا هاي القطعة عبارة عن بلكسي وحاطين غطا خشب لها، هلا ست البيت ممكن انه هي تعمل قطرميز تحط عليه شوية جليتر او تحط عليه رسمة هلال او نجمة وتستبدلها لهي القطعة بقطعة موجودة عندها ببيتها. تمام. نعم.
خلينا كمان نحكي على البوالين، قديش هي مهمة للأطفال، والبوالين قد بتعطي الأطفال شعور بالسعادة، يعني بس إننا نشوف البوالين مزينة ببيتهم، ومثلا ست البيت تجيب كل ألوان البوالين وتحطها، يعني قديش هي حلو بينبسطوا، يعني بيعطي فرح لحاله للأطفال. هلا هذا العيد عم يمرق شوي مختلف على أطفالنا، كانوا متعودين يروحوا على مدينة الملاهي أو يلعبوا بالألعاب، هلا نحن مضطرين إنه نخليهم ببيتنا ونخلق لهم هذا الجو تبع العيد بالبيت، لهيك كثير ضروري إنه نحن نضيف البوالين أو الزينة يلي بتشد الطفل، لحتى الولد يحس ببهجة العيد وبجو البيت انه هو عيد وفرح حتى لو ما طلع لبرا. هلا هذه البوالين خلينا نحكي عن اختيارك للالوان والشكل، شو السبب هيك؟ هلا كثير حلو انه نحن نختار الالوان البسيطه، ما نعجق يعني ندخل اكثر من لون، نختار لونين مو اكثر من هيك لحتى يطلعوا هادين وحلوين وما يؤذوا النظر، يعني نحن اذا دخلنا اربع او خمس الوان رح يطلع كثير دوجه، رح يطلع شيء مو مرتب، اما اذا اخترنا لونين بسيطين ويكونوا بيناسبوا الفرش تبعنا رح يطلع شيء سمبل اكثر. نعم يارا، يعني عم نشوف كمان فناجين القهوة مزينتيهم بطريقة جيدة، كمان من أي قطعة موجودة عن ست البيت ممكن أنه تزين تغير شوي من الديكور. هلا هي الفكرة يمكن لتغيير شوي لجو لست البيت، إضافة فرح على ديكور المنزل، وكمان للولاد يحسوا ببهجة العيد، يعني مثل ما قلنا العيد كتير خاص. خلينا نحكي، انت لما تروحي عند حدا هلا تعايديه او تروحي تشوفي بعض الاخطاء المعينه، او يمكن لو صارت هيك احلى، او لو ست البيت بتستغل هي القصه باعاده تدويرها بتطلع احلى، فكمان احكي لنا عن هي الاخطاء. هلا كثير حلو انه نستغل كل غرض عنا اياه نحن حتى لو ما عاد له قيمه او فائده، هلا مثل هدول الفناجين على الجلي رايحه الرسمه تبعهم، فانا حبيت اني اعمل لهم حركه فنيه حلوه، لفيت حواليهم البريم وحطيت لهم قطعه ستراس، صار منظرهم كثير حلو، بنقدر نحطهم مع صينيه مع المصب تبع القهوه على الكورنر تبعنا تبع اللطافه، بيعطوا يعني رتابه كثير حلوه للطاوله تبعنا. ضروري انه ست البيت تستغل كل شيء عندها، يعني ما تقول انه هلا هذا خلص انتزع للكب، لا تخلق منه قطعه جديده، وبهذا الشيء بيعطيها شعور كثير حلو بالفرح. هلا نحن حنساوي مثل هي الزبديه، ممكن نحن نحط فيها حلو العيد او الشوكولا بطريقه كثير بسيطه ومن شيء موجود عندنا بالبيت مثل هي، وبقدر نحن نلف عليها هاد وبنشتغل.